الجمال والحلاوة على كل ست حلوة بتشوفنا دلوقتي، ومش عاوزة الرجالة تزعل وهمسي عليهم برضو مساء الفل، لكن أحلى مساء وأحلى كلام وأحلى برنامج معمول مخصوص للستات الحلوة، برنامج حلو حلاوة. أهلا بيكم في الحلقة التانية من البرنامج اللي هيتكلم عن كل حاجة بتخص جمال المرأة، جمال بشرتك وشعرك وشياكتك ولبسك وستايلك وحلاوتك وحلاوة قوامك وكمان جمال روحك وشخصيتك. هيكون معانا كل حلقة متخصصين وخبراء في كل التخصصات اللي تهمك، وهنحرص على جمالك وحلاوتك. كل ده في برنامج واحد، لكن بيقدمهولك أربع مذيعات، برنامج حلو حلاوة. خلينا رحب بضيفة فقرة الجمال النهاردة، خبيرة التجميل ومصففة الشعر مريم المصري. أهلا بك يا مريم. أهلا بك يا جاكري، منورانا. ميرسي، ده بنورك. بصي يا مريم، في بداية كلامنا احنا الصيف عامل عمايله معانا، عايزين منك في البداية خالص كده ايه احدث الصوت واحدث صيحات واحدث الوان للشعر؟ بصي، هو عامة انا بالنسبة لي، انا لوجهة نظري، الموضة بتبقي انت اللي بتعملي الموضة بنفسك. الله. يعني ايه؟ يعني مش كل سنة انا الاقي موضة نازلة السنة دي فانا لازم اتماشى معاها، لا، ممكن الحاجة الجديدة دي ما تمشيش معاكي، تمشي مع حد تاني. بس عامة في حاجات بتبقى موجودة معانا على طول، يعني القشات، البلوندات مثلا، درجة اللون اللي انا عاملاها دلوقتي ده بلوند عمره ما بيبطل، دايما بيكون موجود معانا عمره. الجريهات بقى لها فترة كبيرة جدا نازلة، ودي لذيذة جدا، بتتناسب مع كذا حد، مع كذا لون بشرة، سمراء بيضاء، هيمشي معاك الدرجات الفاتحة دي اللي نازلة موضة اليومين دول. بس يا مريم، انا اكتر كلمة استوقفت معاكي فيها ان مش اي حاجة تنزل تليق عليا، يعني هي الموضة الحلوة بالزبط. هو اللي انا اختار صح. انا معاكي النهارده عشان اتكلم عن نفسي كمان، يعني اللي أيوة. انا بعمله هو اللي انا بقوله للبنات دلوقتي. بالظبط كده. طيب، في حاجه عامله قلق كتير قوي ومفيش حد دلوقتي تقريبا ما جربهاش، واللي ما جربهاش عايز يجربها، الاكستنشن. تمام، عباره عن ايه؟ طيب، الاكستنشن دلوقتي عباره عن انت شعرك خفيف، شعرك قصتيه، نفسك تطوليه، عايزه تقليه، حاسه ان شكلك ما بقاش لذيذ، لا، الحل بقى موجود دلوقتي، اكستنشن شعر، وصلت شعر وصلة. في منها انواع كتيره جدا، قطع على بعضها او قطع من اللزق اسمها دبل فيس او هيرتوك زيها، واللي نازل جديد اسمه نانو كريستال. نانو كريستال ده كل خصله لوحدها، وفيها ميزه ان هي بتتوزع على شعرك كله ومش بتبان، وبتقعد وقت كبير. يعني اتعامل معاه كانه شعر طبيعي؟ هتتعاملي كانه شعرك طبيعي، اول يومين بس بتحسي ان الموضوع في حاجه غريبه في شعرك، سواء اي نوع من اللي انا قلته، بعد كده بتحسي ان الموضوع عادي وكانه شعرك وبتتعاملي عادي، بعدين بيبقى طبيعي، فبتغسلي شعرك، تعملي شعرك، مفيش اي مشكله خالص. طب هل لي اي اضرار على الشعرايه الحقيقيه بتاعتي؟ بصي، انا بحب الصراحه. ايوه، مفيش حاجه ليها غير مميزات ولها عيوب، كل حاجه ليها ميزه ولها عيب. بمعنى ليها ميزه هيبقى شكلي حلو وستايلي جميل وكل حاجه، ليها عيب اكيد مع تكرار كتير قوي، لما اكون مستمر عليها فتره كبيره قوي هحس ان شعري بدا يخف شويه من هنا او بيوجعني شويه، فلازم كل فتره اعمل، بعدين اريح شعري شويه وارجع استمر عليه تاني. يعني قرارك ان ما نلجاش للشيء الا اذا يعني عايزينه قوي، حاجه من اتنين، احتياج ليه، يا لوك جديد بتعمليه علشان يغير من شكلك بس كده. طيب، بما اني جبتي سيرة اللوكات، تمام، الالوان والصبغات وانواعها واضرارها، وممكن افيد شعري بصبغة او لا؟ طيب، هنيجي للنقطة دي، انا مش هقول اسامي صبغات او انواعها. طبعا انا هتكلم في نقطة تانية دلوقتي، انا شعري مجهد، تمام، وبفتحه كتير قوي، مجيش اروح اعمل درجة بلوند، اعمل درجة ايش، اعمل درجات تفتح تبوظ لي شعري اكتر. يعني البلوندات دي تفتيحات، بتجهد الشعر شويه طبعا أكتر. اي حاجه فيها تفتيحات بتجهد، الا لو في صالونات معينه، وهي الصالونات الكبيره بالاكتر متخصصه، بالظبط، بتكون متخصصه في الحاجه دي قوي، بتحط ماده معينه بدون ذكر اسماء، بتتحط على الصبغه، بتحمي من تلف الامونيا، بتقلل من ضرر الصبغه في التفتحات بتاعتها. طيب، طالما جبنا سيره التلف والصبغات، ازاي اقدر احمي شعري من التلف ومن الهيشين ومن الصبغات؟ طيب، اللي فيها حاجات مش مظبوطة، بالذات بقى في فصل الصيف وخروجات الصيف وسفريات الصيف. اوكي، هقول لك ثلاث بنود. اول حاجة، سواء انت محجبة
او غير محجبه، اول ما ناخد الشاور بتاعنا ما ينفعش نخرج من الشاور بتاعنا نكتم شعرنا. شعرك ده بيتنفس زيه زي التنفس بتاعك بالظبط. فانت لما بتطلعي تحطي الفوطه بتاعتك او ايا كان تحطي على شعرك او الاشار بتكتمي شعرك، فبتموتي التنفس بتاعه. ده بيقصف الشعر، بيوقعه كتير جدا. ده مبدئيا بالنسبه للميه بالظبط. هنتكلم في نقطه ايه تاني؟ عايزه في نقطه لو حد شعره بايظ اللي هي شين بقى. تمام، شعرك هايش مقصر من عوامل معينه، مثلا عوامل الميه، شامبوهات مثلا ما بتتغيرش، المفروض كل فتره تتغير الشامبو بتاعك. الشامبو كل فتره لازم اول لازم اعرف نوع شعري ايه ويتماشى مع ايه. بصي، هو طبيعي ان انت لازم ما تروحي تجيبي اي شامبو او بلسم تعرفي شعرك جاف دهني مختلط ايا كان، انت بتجيبي النوع اللي هيناسب معاكي. ده اولا. تمام. ثانيا، لازم كل فتره اغير نوع الشامبو اللي انا بستعمله. تمام. لازم استعمل نوع تاني خالص. تمام. ليه؟ شعرك بياخد على حاجه معينه بعدين بتحس ان هو عمل منها مناعه، خلاص لازم اغير بس حاجه تتناسب مع شعري مع نفس نوعه بالظبط. تمام. بالنسبه لفكره بقى الهيشان، الاستكة، التقصيف، في جلسات بتتعمل، ايوه بتتعمل في الصالونات الكبيره برضو، الصالونات اللي بتكون فعلا عارفه هي بتعمل ايه، خطه بتبقى ماشيه عليها علاجيه بس في الصالون بعيد يعني عن الدكتور. احنا بنتكلم في الصالون دلوقتي، هي علاجيه وتجميليه. جلسات بتتعمل كل 15 يوم تقريبا، بتعمليها لشعرك، بتقلل الهيشان، بتقلل التلف بتاع التقطيع والصبغات الكتيره، بالاخص لو حد بيصبغ كتير بيفتح كتير ده بيفيدها قوي. ما انا علشان كده اتكلمت معاكي وقلت لك الصيف وخروجات الصيف ولوكات الصيف. طيب بصي، بالنسبه للصيف استاذنك اتفضل. المفروض ان انت طالما الصيف جامد بالنسبه لك والجو حر، صعب انك تروحي صالون كتير تستشعري شعرك. أيوة. مكوى، ممكن نعمل حاجه في البيت. ما احنا النصيحه دي بقى مش هنسيبك غير لما ناخدها بقى في نهايه فقرتنا. من عيني. طيب، زي ما قلنا ان الشعر محتاج فهم كتير، البشره كمان طبعا في فصل الصيف، عايزين منك كده ازاي نقدر نحافظ عليها، نخليها كده فيها نضاره شويه طول الوقت. في ماسكات بتتعمل في البيت، وفي ممكن اوبشن نمشي عليه بيكون عباره عن غسول للبشره، صنفره للبشره، وحاجه تانية تكون ترطيب لبشرتك او تونر. تونر دوت بتحط على البشره، اي نوع تونر ايا كان هو ايه، ده بيعمل ايه؟ بيحافظ برضو على بشرتي. مش عايزه تجيب الحاجات دي كلها شيليها على جنب، ممكن نعمل ماسكات في البيت. وفي طيب. انواع كتير طبعا، كل بشره غير الثانيه ممكن نقولها في الاخر. هو تقريبا ده كان مرتبط بسؤالي اللي هقوله لك. اتفضل. يعني احنا بنشوف دلوقتي في اي فيديو على النت او على السوشيال ميديا بنلاقي الميك اب ارتست تحطي طبقات كتير لدرجه الواحد ممكن ما يعرفش هو كان مرتبط بمين، وبعدين يقولوا مطلوب الميك اب ارتست دوت حيا او ميتا. ايه كلمتك؟ هل الطبقات الكتيره ديت بتعمل ضرر على البشره؟ بصي، ده اكيد اكيد، وانا من ضمن الناس اللي مش بحب ده لنفسي، انا مش بحبه. يعني انا بستبعد فونديشن، الباودر، الكلام ده كله بتاع البشره، انا بعيدا عنه، انا مش بحبه. بيكون يعني بشرتك لو حساسه وفيها مشاكل كتير او فيها عيوب بحاول اخفي العيوب دي، بتبقى كيميكال كتير. كيميكال هو بيخفي لي عيوب كتير في بشرتي، بس بيضر اكيد بعد كده في حاجات لو انت بشرتك مش كويسه. لكن لو بشرتك كويسه عيشي حياتك براحتك. ما احنا برضو هنأجل النصيحه دي. أوكي. خلينا بقى نروح لحاجه بقى عامله برضو قلق كتير قوي. الحواجب. ايوه، والانواع الكتيره اللي نزلت بقى من اول التاتو للمايكرو بليدنج للمايكرو شادنج لكل الحاجات ديت. ايوه. امتى الجا ان انا اعمل تاتو؟ بصي، برضو هرجع اقول لك، لو انا محتاجه ده او عايزه اعمل اللوك ده، بس اولا هو حلو قوي للناس اللي عندها مشكله زي ايه. حواجبك خفيفه، رفيعه. تمام. كل يوم بتنزلي بتحطي قلم، بخصوصا فصل الصيف اللي احنا فيه ده، الجو حر، انت مجرد ما تمسحي بالكلينكس كده خلاص القلم اتمسح، شكلك مش هيبقى لذيذ. فالتاتو بيتعمل ليه؟ تاتو الحواجب. تمام. عندي نوعين، اولا تاتو عادي، تاتو مايكرو بليدنج. الاثنين دول مهمين جدا، فانا لما بعمله بيقعد معايا فتره كبيره قوي، فبيغنيني عن ان انا استعمل القلم، فده في حد ذاته مهم قوي. في مشكله واجهت ناس كتيره قوي يا مريم، وعملت حالات نفسيه. زي ايه؟ راحوا يعملوا مايكرو بليدنج او تاتو او اي حاجه من ديت. تمام. والرسمه طلعت باد قوي. ده ليه تصليح؟ ليه تصليح، بس اولا انت لازم لما تروحي اكبر صالون انت رايحاه، اولا تبقي واثقه في المكان اللي انت رايحاه،
تمام. وتكوني متفرجه على فيديوهات كتيره لايفات بالاخص علشان تتاكدي انا رايحه عند ده يبقى هو ده اللي بيعمل الحاجه دي. بتصدف اوقات يا مريم احنا عايزين نديهم امل نقول لهم اه ليه علاج عندي في علاج كبير جدا طبعا خلاص يعني اه طبعا ما بقاش مشكله زي الاول لا مفيش مشكله ممكن خالص ممكن تصليحه يعني طبعا سواء انت عامله تاتو عادي عايزه تغيري المايكرو بليدنج هيتغير مفيش مشكله طبعا في صالونات معينه هي اللي بتقدر تعمل ده اكيد طبعا عايزه تعملي تاتو عادي مثلا بس هو طلع معاكي عريض طلع شكله بشع عايزه تشيلي الحاجات الزياده اللي فيه خلاص الموضوع سهل قوي برضو ونقدر نعمل لك الازاله عندك نوعين من الازاله ونغير بقى اللوك تاني من اول واللون تاني. كمان بيتغير والنفسيه ترجع حلوه طبعا تاني. عندك يا ليزر يا بيج حاجه من الاثنين الحاجتين دول هم اسمهم الازاله بتاعه التاتو تمام وبرضو في تاتوهات تانية في انواع كتيره لو انت حابه برضو تعرفي احنا اهم حاجه ان احنا وصلنا ان يكون في امل ان نرجع تاني ونصلح بالظبط وبما انك معانا مش هنسيب الفرصه دي تروح كده وعايزين منك وصفه سحريه لكل بنوته وانت عارفه طبعا خلاص العام الدراسي هيبدا من أيوة. اول وجديد أيوة. والبنات اللي نازلين الجامعه بقى ومش هنقول لك بقى اللي بيروحوا الشغل عايزين منك وصفه كده سحريه بسرعه ازاي كل بنت وكل ست تقدر تحافظ على بشرتها طبعا. وعلى شعرها طيب لو هنيجي للشعر مثلا لو عندك فراغات في شعرك هتجيبي توم فص توم انا بقى هقول لك حاجات طبيعيه تمام احنا الفص الطبيعي عشان اي واحده تمام. تقدر تتعامل في البيت بالظبط هتجيبي فص توم هتقسميه اتنين هتجيبي الفراغات اللي في شعرك وتعملي عمليه دوران كده بالفص من جوه اوكي ده بينبت الشعر بطريقه كبيره جدا 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 بينبت الشعر بس على مدى على مدى في نفس الوقت عايز تحافظي على شعرك طري لازم تستعملي شامبو كويس زي ما قلت تعملي حمامات كريم لشعرك بمعنى اجيب حمام الكريم بعد ما اغسل شعري اسيبه على شعري من 10 دقايق لثلث ساعه وبعدين اشطفه والافضل بميه فاتره ميه فاتره مش ميه سخنه الميه السخنه أيوة. ليها اضرار على فروه الشعر الميه السخنه ليها اضرار مش كويسة. على فروه الشعر انا عايزه مسامي تبقى كويسه وتتنفس زي ما قلت فلازم يبقى ميه فاتره مريم الكلام معاكي مش هيخلص واكيد هيكون لينا لقاءات تاني بإذن كتير الله. في نهايه فقرتنا بحب اشكر خبيره التجميل الاستاذه مريم بنشكرك هنروح بسرعه لفقرتنا التانيه اللي كلها شياكه والوان مع المذيعه الجميله رشا امين فاصل سريع وراجعين بكل الالوان والموضه بتدور على مكان تدرس فيه إذاعة بس محتار من كتر الأماكن والإعلانات والوعود اللي مش عارف تقارن بينهم والله عندك حق الموضوع بقى صعب جدا فعلا بس خليني أبسطها لك في تلات نقط انت أكيد عايز تدخل المجال ده عشان أولا تثبت موهبتك وتوصل رسالتك وثانيا تكسب ماديا من ورا الموهبة دي وثالثا بقى وأخيرا تحقق الشهرة اللي بيحتاجها أي مذيع عشان كده وانت بتقارن بين الاماكن اللي بتقدم تدريب في الاذاعة لازم تختار المكان اللي هيحقق لك التلات حاجات دول مع بعض اسمح لي اعمل لك مقارنة بسيطة الفرق بين 99 FM واي مكان تاني بيدي كورسات في الاذاعة هو اننا اولا بندربك بشكل عملي بالكامل من اول محاضرة وبنخليك تواجه كل الاختبارات اللي ممكن تتحط فيها اثناء عملك بعد كده عشان تكون قادر تتخطى اي خطأ ممكن تقع فيه وتتخلص من أي خوف أو توتر وكمان تكسب ثقة في نفسك وفي قدراتك المجموعة عندنا أقصاها 4 متدربين بس مش 7 ولا 10 ولا الأرقام اللي بنشوفها وبنسمع عنها في أماكن تانية كتير وده لأن التدريب العملي محتاج إنك تاخد وقتك بشكل كافي عشان تتعلم أثناء المحاضرة اللي وقتها من الطبيعي بيتقسم على عدد الحاضرين فتخيل بقى أنت محاضرة مدتها 2 ساعة حاضرها 10 متدربين مثلاً كل واحد هيعمل ايه في 6 أو 7 دقايق ده لو لحقهم اصلا بعد التدريب مش بنعمل زي الاماكن التانية وبنقول لك تعالى سجل كام حلقة في كام دقيقة وخد لك شهادة وكده خلاص انت بقيت مذيع لا في 99 FM كل متدرب بعد ما بيخلص تدريبه بنتعاقد معاه بعقد قانوني بعوائد مادية لتقديم موسم اذاعي كامل من 12 حلقة اذاعية على راديو 99 FM وده حقك الطبيعي عشان تمارس اللي درسته في اطار خطة برامج احترافية تليق بيك كمذيع وبالمكان اللي هتشتغل فيه
وعشان تضمن ان مجهودك ما يروحش بدون مقابل، بتحصل على شهادة خبرة في فترة عملك في راديو 99 اف ام، تقدر تقدمها مع سيفي الحلقات اللي هنجهزه لك لأي مسابقة في الإذاعات الكبرى. بنعمل لك دعاية كبيرة على كل وسائل التواصل الاجتماعي طول فترة تدريبك وخلال إذاعة برنامجك عشان تكسب جمهور واسمك يتعرف وصوتك يتسمع. وبكده احنا حققنا لك الثلاث نقط اللي اي حد مهتم بالمجال بيدور عليهم. ها يا ترى لسه محتار ومش عارف تختار مين؟ ولا المقارنة دلوقتي بقت واضحة؟ راديو 99 اف ام هيساعدك تحقق حلمك في مجال الإذاعة. مشاهدين برنامج حلوة حلاوة، أهلا بحضراتكم في فقرتنا التانية من البرنامج، فقرة الشياكة. مفيش بنت ما يهمهاش تظهر دايما بمظهر شيك، وتعرف إزاي تنسق ألوان ملابسها وتختار القطع المناسبة مع طولها ووزنها، وكمان تختار عليهم الإكسسوار المناسب. علشان كده هيكون معانا فقرة ثابتة في البرنامج هنتكلم فيها عن كل حاجة تخص شياكتك مع خبراء ومتخصصين في مجالات الأزياء المختلفة. ومعانا النهاردة في برنامجنا حلوة حلاوة مصممة الأزياء الجميلة سارة شلتوت. أهلا بيكي يا أستاذة سارة. أهلا بيكي يا رشا، نورتينا. نورك، شكرا. في الأول كده عايزة أعرف أنت إزاي دخلتي مجال تصميم الأزياء، ودخلتي إمتى؟ والله فعليا يعني بعدد السنين من 10 سنين يعني. تمام. ده أول حاجة، أول طقم أنا عملته في حياتي، كنت عاملاه المعيدة في الجامعة. كنت مبسوطة جدا ومبهورة بصراحة. انما بقى يعني من صغري وانا بعمل الكلام ده يعني انت حابه المجال من وانت صغيره؟ بعمل بقى الفساتين والازياء اللي هي بتاعه العرايس، الحاجات دي كانت البدايه. تمام. طيب عايزاكي تقولي لي كده ايه الالوان اللي بتستخدميها في الكوليكشن بتاعك، الوان يعني الصيف بتاعه 2023؟ طيب بصي، وانا مش بتايد بالالوان العالميه او الالوان حتى الترند اللي موجوده في مصر، يعني بشتغل على حسب الالوان اللي الناس بتحبها، الناس الالوان اللي بترتاح فيها. لان مثلا يعني احنا مثلا لو في الالوان العالميه، في من الحاجات الترند قوي الريد الاحمر، البيبي بلو اللي هو الفوشيا، الاورنج كده، الالوان المبهجه عامه. الالوان المبهجه. بس لا يعني عالميا السنه دي المفروض بتاع الصيف لا واخد الحاجات المبهجه والحاجات السوفت. تمام. وخصوصا في الجزء الفورمال. يعني في الجزء الفورمال في حاجات قوي سوفت خالص الالوان بتاعتها، اللي هي الدرجات الاولانيه في الدرجه يعني. الاحمر ممكن يبقى البينك بقى الخفيف خالص، الدرجات بتاعتهم الدرجات بتاعتهم اللي هي اللي تناسب يعني الفورمال. ايوه. لكن هنا في مصر بقى لا، عندنا الوضع مختلف شويه، واخدين بقى الفوشيا والاورنج والاخضر الصريخه. تمام. طيب يعني بشوف معظم شغلك بيكون خاص بالبحر بس، ولا ممكن يتلبس فورمال عادي او يتلبس خروجات عاديه؟ لا، هو السنه اللي فاتت بس انا عملت حاجات تخص البحر. لانه مش عارفه، حسيت انه الصيف مبهج قوي والناس خلاص بدات تخرج وتروح تصيف، وبقوا بيخرجوا يقعدوا مثلا في الصيف فترات طويله. بس انا عاملاه على فكره، هو مش صيف بس يعني، مش حاجات بحر بس. لا، انا عاملاه خروج، وممكن يتلبس فورمال كارديجان. معانا كمان الصور هنعرضها، صور الكوليكشن بتاع حضرتك. بس انا شايفه ان معظم اللبس او الكوليكشن بتاعك فري سايز. فري سايز اشمعنى بقى؟ ده مريح. مريح ليا وللعميل بصراحه. تمام. انا حابه الفري سايز لانه كده كده بياخد شكل الجسم، ما بيتخنش مثلا الاوزان التخينه او بيرفع الناس، لا هو بينزل سك كده بيبقى شكله احلى بكتير، بياخد شكل الجسم. يعني الاوفر سايز بقى يعني بقى خلاص، هو الناس اعتمدته اصلا في اللبس الصيفي على طول. طيب انا برضو شايفه ان معظم اللبس بتاعك او الكوليكشن اللي معانا كله شيفون، بتعملي ايه بقى في الشتاء؟ بتستخدمي ايه؟ بصي يعني في نقطه برضو، انا مش مستخدمه شيفون بس في الصيف. لا، انا استخدمت برضو اقطان،
بس عشان يبقى يعني انا بتكلم في نقطه واحده، احنا بنتكلم في نقطه البحر والصيف وكده، فانا بس جايبه الحاجات اللي هي ليها علاقه بالبحر والشيفونات يعني. لكن لا، اشتغلت بالاقطان، انا لسه عامله يعني تو مودلز يعني معمولين اقطان تحفه احلى من بعض. بشوف ان فكره الشنطه عندك والسليبر بتاع اللي انت عاملاه قصيت على بعضها بيبقى كله كامل مع بعضه. ايه اشمعنى يعني؟ انا من البدايه وانا بادئه كده ومتنوعه من البدايه. شكرا يا رشا. لا ده حقيقي والله. من البدايه وانا بادئه كده يعني، دي اول حاجه اصلا انا عملتها. يعني هي اللي بيلفت نظر الناس للحاجات اللي انا بعملها، ان هي بيبقى ليها بصمه كده، مش عارفه هم دايما يقولوا لي تعليق معين. ان احنا لما حتى بنيجي نسكرول كده الموبايل احنا بنقف احنا بنقف نبقى عارفين ان ده بتاعك. ده حقيقي. دي من احلى الجمل. انا شخصيا زيهم. دي من احلى الجمل اللي انا بسمعها حقيقي. بحس ان انا عملت حاجه فعلا مميزه، مش موجوده في حته، مش منتشره، محدش هيبقى لابس زيها. يعني نادرا لما حد مثلا يبقى يعني هتلاقيه ماشي في الشارع لابس نفس القطعه اللي انت لابساها. دي فيما يخص شغلي يعني. ده حقيقي. انا اللي دخلني مجال الازياء هو النقطه دي، ان انا مش بحب البس حاجه تكون لا ده من صغري انا ما بحبش ابدا البس. احنا كلنا كده. لا يعني دي موجوده في كل الديزاينر فعلا، ان هم ما بيحبوش خالص من هم صغيرين ينزلوا يجيبوا حاجه منتجه حاجه من المحلات زيهم زي الناس. طب ما شاء الله الشنط تحفه، والحاجه بجد تحفه جدا جدا. يعني قولي لي احافظ ازاي على الشنطه دي؟ بصي، مبدئيا ما تتحطش في مكان رطب، لان الخوص لما بيتحط في مكان فيه رطوبه انا شفتها مره يعني في زي حاجه زي بيطلع كده ماده خضراء عليه، زي يعني مش عارفه بالظبط اصنفها، هل هو ده عفن ولا ايه. بس هو معرض ان هو يبوظ. نحافظ عليها بقى ازاي؟ بنحطها في زي كفر كده قماش او حاجه مثلا تعزل الرطوبه او كده، او كيس. بس نتاكد ان المكان ده ما فيهوش رطوبه. تمام. هتفضل بقى معانا سنين يعني. انا اول شنطه يعني عملتها من 5 سنين لسه بروح اصيف بيها زي ما هي، نفس الحجم نفس كل حاجه. انا عاملاهم من 5 سنين. تبقي لابسه الحاجات دي ما شاء الله مميزه على البحر. يعني احلى حاجه بقى تلاقيش حد على البحر خالص. تلاقي حد بيوقفك يقول لك انت جايباها منين او كده. انا عارفه ان الحاجات حصلت. ايوه. احساس والله حلو. اكيد طبعا. الحمد لله. كفايه فخر ان انت تبقي لابسه حاجه من وبعدين اقول لهم دي بتاعتي، ده انا اللي عاملاها، ببقى مبسوطه جدا. طب قولي لي ايه اكتر حاجه بتاخد منك وقت او مجهود في العمال؟ يعني البنشو مثلا او اللبس كملابس، ولا الشنطه والسليبر وكده؟ هقول لك فيما يخص دلوقتي حاليا. انا بتكلم عن الكولكشن ده، ان الملابس لا مش بتاخد معايا وقت، لان خلاص هو الديزاين واحد، الالوان بس بتختلف. الكنارات اللي انا بحطها اللي انا بختارها مخصوص بتتحط مع التنسيق مع الالوان. لا ده تمام، بيخلص مني مثلا في يوم او يومين بالكتير. انما بقى لا، فعلا الشغل اللي بياخد مني السليبرز والشنط. دول اللي بياخدوه. الاكسسوارز بقى المفروض ان هي ما شاء الله تحفة، مكملات برضو البحر. الاناقه البحر والحاجات بتاعت البحر. طيب عايزاكي تقولي لي كده، عرفت ان انت بتدي كورسات للاطفال. اشرحي لنا كده سريعا، بتعملي ايه؟ طيب انا بادئه المفروض من اول سيزون بتاع يعني من اول ما الاجازه بدات الدراسه خلصت طبعا شهر 5. فانا بادئه اديت كورسات للاطفال. هم مش اطفال قوي برضو يعني، هم بنات صغنطتين، بس هم حابين قوي يتعلموا الحاجات دي. بتعلميهم في هنا عقد يعني؟ في هنا في هنا عقد من العقده دي، حد كان منفذه وانا محتفظه بيه يعني. هي اديتهولي هديه. في زي كريزه وبرتقانه وموزه والحاجات. هم بعلمهم ازاي يعملوا الشكل بتاع الفاكهه او الحاجات. بنعمل برضو اشكال تانية كتير، بنعمل شكل قلب بالخرز، بنقعد ندخل الخيوط بطريقه معينه بخطوات معينه. فبيحبوا قوي قوي الحاجات اللي طالعه ترند دي، بيشوفوها هم بقى على الانستجرام. طيب كده بتنفذ لهم موديلات يعني زي المومس كده، الحاجات الكبيره بتنفذي الصغيرين؟ بصي دي ما شاء الله. دي صغنطوطه. دي سن محير واصغر كمان يعني. في بنات مثلا 4 سنين 5 سنين بيتخيلوا البنوته وهي ماشيه على البحر وماسكه لا بيبقى كمان سليبرز. بتبقى بقى هي لابسه السليبر والكاش ده، بس الكاش ده مش بيبقى كده، مش بيبقى فيه شغل كده. يبقى الشغل فيه بيبقى ابسط شويه. ابسط شويه، بيبقى فيه حاجات يعني انا بخاف عليهم صراحه اللي يبوظوا الحاجات دي. الامهات شويه بيحافظوا بالهم. والعملاء تحديدا الهاند ميد
اكيد طبعا بيبقوا مقدرين قوي ان القطعه معموله مش 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 انها والله بتبقى غاليه، لا خالص. ايوه في تعب، بتكلم على مجهود حصل. انا بتكلم في ان هم عارفه ان هي معموله بالايد من الاول للاخر، يعني بتحطها كده في قلبها. ايوه ده حقيقي. فهم بيحافظوا عليها على قد ما يقدروا يعني. طيب لو سالتك كده ايه المختلف في كوليكشن ساره شلتوت السنه دي يعني؟ انت شايفه ايه طيب؟ انا شايفه حاجات كتير حلوه بصراحه. بصي يعني انا بختار تنوعك الالوان كمان تحفه. المطرقه الحاجات انا احب الالوان كلها. انا ما بحبش لون معين. ما احبش امشي ورا لون معين واقول خلاص لا انا همشي ورا الموضه وانا هعمل هو ده، لا. انا كل سنه لا، ما يعني بقى لي 10 سنين ما بمشيش ورا الوان الموضه، بمشي ورا الالوان اللي الناس تحب تلبسها. تمام. وبحاول اعمل لهم الحاجه اللي هتليق عليها، فهم نفسهم اصلا بيتفاجئوا كل سيزون، بيتفاجئوا ده احنا انا بحب الفوشيا، ايه ده انت عامله حاجه فوشيا؟ اقول لها انا عاملاها مخصوص عشانك. ما شاء الله. عشان عارفه انت هتاخدي السنه دي. فانا وانا حتى بختار النقشات والحاجات بتاعت الكنارات بختار الحاجات اللي مش منتشره. تمام. طب عايزاكي كده سريعا تقولي لي نصيحه للبنات اللي يعني بيشتروا منك الكوليكشن مثلا. يعني قولي لهم كده نصيحه سريعه، يحافظوا ازاي على الحاجه، يعملوا ايه، يختاروا ازاي؟ مبدئيا بالنسبه للملابس، لان الاكسسوارز والحاجات اللي هي الشنط ودي اكيد ما بيتغسلوش. يعني احنا لو حافظنا عليهم قوي قوي هيفضلوا زي ما هم في الكفر اللي هو القماش اللي انا قلت عليه ده. بالنسبه للملابس بقى انا اتمنى انهم يغسلوا الحاجه بايديهم، ما تتحطش في الغساله. عشان ما فيش الوان تتحط على الوان تانية. بس هو كده كده انا لما باجي اختار القماشه اكيد بعمل لها اختبارات. وممكن كمان لو لقيت ان الحاجه هتبهت او كده انا ممكن اغسل الطوب كله عشان اعرف اشتغل بيه بالظبط. عشان ما تعبش الناس لما تيجي تشتري، ما تبقاش الحاجه بتبهت، ما تبقاش الحاجه بتكش. لان ده السؤال بيجي لي دايما، هل الحاجه هتكش لما اخدها ولا لا؟ فانا بقول لهم لا، لان انا عامله لها الاختبارات كلها. ايوه. طيب احنا في نهايه الفقره بنشكر مصممه الازياء ساره شلتوت، شكرا لحضرتك بجد نورتينا جدا. شكرا يا رب. مبسوطين بشغلك، شغلك رائع ما شاء الله. احنا لسه مكملين برنامجنا حلو حلاوه مع حضراتكم، والفقره الجايه هتكون مع الاستاذه اسراء احمد. الفقره الجايه بقى هتكون كلها نشاط وحيويه ولياقه. هنطلع فاصل وهنرجع، انتظرونا. بتدور على مكان تدرس فيه اذاعه بس محتار من كتر الاماكن والاعلانات والوعود اللي مش عارف تقارن بينهم؟ والله عندك حق، الموضوع بقى صعب جدا فعلا. بس خليني ابسطها لك في ثلاث نقط. انت اكيد عايز تدخل المجال ده عشان اولا تثبت موهبتك وتوصل رسالتك، وثانيا تكسب ماديا من ورا الموهبه دي، وثالثا بقى واخيرا تحقق الشهره اللي بيحتاجها اي مذيع. عشان كده وانت بتقارن بين الاماكن اللي بتقدم تدريب في الاذاعه لازم تختار المكان اللي هيحقق لك الثلاث حاجات دول مع بعض. اسمح لي اعمل لك مقارنه بسيطه. الفرق بين 99 اف ام واي مكان تاني بيدي كورسات في الاذاعه هو اننا اولا بندربك بشكل عملي بالكامل من اول محاضره، وبنخليك تواجه كل الاختبارات اللي ممكن تتحط فيها اثناء عملك بعد كده عشان تكون قادر تتخطى اي خطأ ممكن تقع فيه وتتخلص من اي خوف او توتر، وكمان تكسب ثقه في نفسك وفي قدراتك. المجموعه عندنا اقصاها 4 متدربين بس، مش 7 ولا 10 ولا الارقام اللي بنشوفها وبنسمع عنها في اماكن تانية كتير. وده لان التدريب العملي محتاج انك تاخد وقتك بشكل كافي عشان تتعلم اثناء المحاضره، اللي وقتها من الطبيعي بيتقسم على عدد الحاضرين. فتخيل بقى انت محاضره مدتها 2 ساعة حاضرها 10 متدربين مثلا، كل واحد هيعمل ايه في 6 أو 7 دقايق ده لو لحقهم اصلا. بعد التدريب مش بنعمل زي الاماكن التانية وبنقول لك تعالى سجل كام حلقه في كام دقيقه وخد لك شهاده وكده خلاص انت بقيت مذيع، لا. في 99 اف ام كل متدرب بعد ما بيخلص تدريبه بنتعاقد معاه بعقد قانوني بعوائد ماديه لتقديم موسم اذاعي كامل من 12 حلقه اذاعيه على راديو 99 اف ام. وده حقك الطبيعي عشان تمارس اللي درسته في اطار خطه برامج احترافيه تليق بيك كمذيع وبالمكان اللي هتشتغل فيه، وعشان تضمن ان مجهودك ما يروحش بدون مقابل بتحصل على شهاده خبره في فتره عملك في راديو 99 اف ام، تقدر تقدمها مع سيفي الحلقات اللي هنجهزه لك لاي مسابقه في الاذاعات الكبرى. بنعمل لك دعايه كبيره على كل وسائل التواصل الاجتماعي طول فتره تدريبك وخلال اذاعه برنامجك
عشان تكسب جمهور واسمك يتعرف وصوتك يتسمع. وبكده احنا حققنا لك الثلاث نقط اللي اي حد مهتم بالمجال بيدور عليهم. ها يا ترى لسه محتار ومش عارف تختار مين؟ ولا المقارنة دلوقتي بقت واضحة؟ راديو 99 اف ام هيساعدك تحقق حلمك في مجال الإذاعة. الستات الحلوين اهلا بيكم. طبعا مفيش واحده فينا ما يهمهاش يكون قوامها دايما مثالي، بس مشكلتنا بقى اننا شويه كسلانين وحرانين وساعات كتير بنكون مش فاضيين ومش بنروح الجيم او حتى بنعمل تمارين في البيت علشان نحافظ على لياقتنا وشكل جسمنا. عشان كده فكرنا نعمل لك فقره مخصوصه في برنامجنا حلوه حلاوه، نستضيف فيها خبراء ومتخصصين يقولوا لنا ازاي بنحافظ على جسمنا بدون مجهود. تفتكروا هينفع؟ هنشوف. تعالوا بينا نرحب بضيفتنا النهارده دكتوره سناء محي الدين. اهلا بيكي. اهلا بيكي. استشاري العلاج الطبيعي والتغذيه. اهلا بيكي. اهلا يا اسراء، ازاي؟ يعني بصي يا دكتوره، طبعا مشكله التخن والرفع مشكله كبيره بالنسبه للناس. خليني ابدا سؤالي النهارده، يا ترى ايه الاخطاء اللي الناس بتعملها في نظامها الغذائي اليومي؟ فعلا السؤال ده حلو جدا، عشان فعلا اي حد بيبدا دايت سكي تماما وبيعمل اخطاء لدرجه انه ساعات بينزل وساعات ما بينزلش. اول خطا بقى، بدا الدايت بدل ما تستعين بالله بقى وتقول يا رب عيني على الدايت ويا رب عيني، عشان ده موضوع مش سهل طبعا. تبتدي بقى تجيب ميزان وتحطه في البيت، وكل يوم ما تصحى تقعد على الميزان عايزه تشوف رقم من دي 1. وطبعا ده خطا. ليه؟ عشان انا مجرد بوزن واكتئب والاقي نفسي ما نزلتش، عليت الكورتيزون هرمون. وما دام عليت الكورتيزون هرمون يبقى انا كده مش في حاله حرق، لا انا في حاله زياده وزن. ده اول خطا. ثاني خطا ان هي بقى عندها كونسبت كل ما اكل احرق، كل ما اكل احرق، على طول شغاله في سناك. هي كده مش شغاله في حرق، هي شغاله في هرمون الانسولين، وده خطا تاني. في كونسبت ثالث تقول لك ايه، انا هقلل الاكل. الجسم على فكرة ذكي جدا، يعتبر أذكى منك، بيحصل له أدابتيشن ويتعود على عدم الأكل. طبعا. في الحالة دي أنت عايزة تتكلمي؟ لا كنت هقول لحضرتك، طب يعني ليه مفيش دايت بينفع الاثنين؟ ده احنا خلاص السؤال الأول. لا أنا كنت هفتح لك فيه، خلاص ماشي، أنا هديكي كلمتين وبس على رأي فؤاد المهندس. طيب، ما هو فعلا مفيش دايت بينفع اثنين، ومفيش نصيحة تنفع اثنين، ومفيش أختين يمشوا على دايت. ليه؟ انا بيجي لي البيشن احطه على الامبادي، بعد ما احطه على الامبادي بشوف مشاكله، بشوف الكتله الدهنيه، بشوف الكتله العضليه، بشوف الميه بتاعته، بشوف المعادن والاملاح بتاعته، على اساسها بحدد الدايت. البيشن بيقعد قصادي بحدد مشاكله، ممكن يكون عنده مشاكل في الفيتامين دي ياخد دايت فيتامين دي، ممكن يكون عنده مشاكل في الثيرويد بناخد دايت للغده، يكون عنده مشاكل مثلا في الحديد بنديله دايت حديد. عشان كده ما ينفعش ان احنا نعمل دايت الاثنين او الشخصين. ايوه، هو ما ينفعش، على اساس انا بدي دايت للمشاكل اللي عندي. تمام. فما ينفعش اثنين اخوات مشاكلهم واحده. أيوة. فصيله الدم بتختلف برضو، يعني عندك سي فصيله الدم ايه، انا بمنع منها اللبن. تمام. فصيله الدم ايه، بمنع منها الطماطم. كل ده برضو في حد ذاتها ان لازم اعرف السي في بتاع البيشن على اساسها بكتب الدايت. طيب. طب حضرتك كنت لسه بتقولي على اللبن، انا سمعت ان اللبن ممنوع في الدايت، هل ده حقيقه؟ وهل اصلا في اكلات ممنوعه في الدايت؟ فعلا، يعني انا مثلا هقول لك مقوله تختصر كل حاجه. اتفضلي. انا ما اشربش اكلي. حلو قوي. انا ما اشربش اكلي. طبعاً. يعني انا عندي دايما في رمضان دايما الواحده تيجي تقول لك ايه، انا عايزه افطر على عصير. ايه يا دكتور؟ لا، افطري على عصير بس ما تشربيش اكلي. اللي اتخلق اكلي كليه، واللي اتخلق شرب اشربيه. يعني سي هتقولي اللبن، عشان دايما اعرف ان النساء معظمها دايما عندها الرضعه بتاعتها كوبايه الشاي بلبن، ده اللي نقاش فيه. لا، ده ممنوع اللبن تماما، على اساس اللبن اكل مش شرب. اللبن فيه نشويات، فيه سكريات، فيه دهون. اللبن البيبي بيتولد ده اكله، فما دام ده اكله يبقى ده انا ما اشربش اكل، ما اشربش اكلي في حد ذاته. انا ما تجيش واحده تقول لي اكل ثمره برتقانه ولا اشرب عصير برتقان، لا، كلي برتقانتك
وعصيرك ده لما تعوزي تشربي عصير اشربي كركديه ربنا خلقه شرب، اشربي ليمون ربنا خلقه شرب. طب يا دكتور بالنسبه للسكر الدايت والشاي الاخضر والحاجات اللي تبقى مكتوب عليها نو سكر او زيرو سكر، هل حضرتك مقتنعه او هي حقيقي فعلا بتبقى النفعه في الدايت ولا لا؟ لا لا، بصي هو سكر الدايت دايما معمول من حاجات معينه، زي معمول من الفاكهه، معمول من المكسرات، انا دي ما بقتنعش منها ان هي زيرو كالوريز. لكن لو انت عايزه تاخدي فعلا سكر دايت ومش قادره تمحي الدايت السكر من حياتك وتبداي حياتك من غير سكر، انا بفضل السكر اللي معمول من نبات عشان هو فعلا بيبقى زيرو. طيب. عمليه واحده تقول لي انا هاكل دلوقتي واشرب شاي اخضر او اشرب قهوه خضراء، هتعمل ايه؟ ملوش لازمه، يعمل هتحرق إيه؟ جرامات مش أيوه. هتحرق السعرات اللي في بالك يعني. طيب. انا بديها بس اثناء صيام متقطع بحيث ان انا ببقى اصلا قطع اسنان لكن مشغله حنجره، فبقول له دوس في المشروبات الحارقه. حلو. طب ايه الفرق بقى بين دايت السعرات والدايت الهرمون؟ لا ده موضوع تاني بقى، تديني تشانس فيه اكلمك وقت لو وقتك يسع عشان فعلا احنا عايزين نقول كده نبذه بالكلمتين برضو بس. طيب هو لو انا هتكلم على دايت السعرات، دايت السعرات ثلاث ارباع الشعب بيحب يمشي عليه وده خطا جدا. اولا بتبقي في حاله جوع مش في حاله شبع، عشان على طول انت عامله دايت سعرات بنسبه اقل من سعراتك، وانت عارفه كويس قوي ان جسمك لو عايزه تحددي له مثلا سعرات بتشوفي نفسك انت هارد وورك ولا ايزي وورك ولا وسطيه، في الحاله دي انا بحدد لك السعرات بتاعتك. لكن انت دلوقتي بتعيشي في حاله جوع بتاخدي سعرات ملهاش ادنى لازمه، بتدوسي في سعراتك ممكن مش في البروتين، وانا بيهمني قوي سعرات الاكل بتاعي يبقى فيه بروتين، دايما الليبتين هرمون اللي هو اساسا هرمون الشبع مش شغال معايا في السعرات عشان انا طول اليوم جعانه، بنزل عضلات ما بنزلش دهون، بنزل ميه ما بنزلش دهون، لكن الهرمونال بقى بيشتغل على الثلاث هرمونات الاساسيين في حياتنا اللي هو هرمون الانسولين، الكورتيزون هرمون، الجروس هرمون. طيب. وبتنزلي دهون ما بتنزليش عضلات وبتبقي في حاله تشبع. حلو. طيب زي ما في معاناه او في التخن او في السمنه في برضه شبح النحافه، ازاي اقدر اتخلص منها؟ النحافه دي الاول لازم تشوفيها نحافه مرضيه ولا هي نحافة عادات سيئة. النحافة المرضية بنعمل لها الانفستيجيشن بتاعها. طيب. بنعمل الغدة وبنعمل سكر وبنعمل الديدان ونشوف جرثومة معدة وبنعمل مخزون الدم. الحالات دي طلعت فري بقت في السيف سايت، اعرف ان هو عادات سيئة. طيب. عادات سيئة دي بقى مهم جدا ان انا اعدلها. اول حاجة اشوفه هو بيستهلك طاقة قد ايه عشان ادخله سعرات المضاعفة، السعرات بتاعته المضاعفة، اشوفه هو ايزي وورك ولا difficult work. يبقى في الحالة دي ممكن أديله 3000 سعر في اليوم. طبعا. أدوس دايما بين الوجبات في سناك، أدوس بين الوجبات في مشروبات، المشروب أقل الشرب اللي ممكن أدوس فيه بيبقى 1000 سعر. نفس الشيء بين الوجبات وبعضها بدي أكلة معينة، ولو حبيتوا تسألوا فيها ممكن تبقوا تسألون عشان شايفاكوا وقت البرنامج بتاعكوا ضيق. طب يا دكتور تحب تنصحينا إيه نصيحة سريعة كده علشان نختم فقرتنا؟ كل اللي انصح بيه لو في بعض الناس كتير قوي بتعمل دايت بتبوظ جسمها، انصحك لو بعض الناس برضو تقولي انا مش قادره امشي على ورقه، انا مش قادره امشي على دايت، انا الدايت عليا اوفرلود، انا عايزه اكل في بيتي اكل مع عيالي، هقول لها كالاتي. اول حاجه ان انت اولا ما تعمليش ميكسد بين النشويات وبين السكريات، ما تعمليش ميكسد بين النشويات وبين الدهون عشان في كلتا الاحوال الثلاثه طاقه. طمع. وواحد فيهم هيطلع طاقه والباقي هيتخزن. تاني حاجه ما تحاوليش تشغلي الكورتيزون هرمون، يعني لازم دايما تنامي بالليل، ومعروف طبعا النوم بالليل ربنا قال ايه، وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا، يعني لازم تحافظي على الساعه البيولوجيه بتاعتك. لازم كمان لازم تحافظي دايما على انك تسالي نفسك كل شويه انت جعانه؟ لا. انت شبعانه؟ لا. وفعلا الحديث بتاعنا بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه، احنا قوم اذا اكلنا لا نشبع واذا جعنا احنا قوم لا ناكل حتى نشبع واذا اكلنا لا نشبع. فده الحديث بتاعنا بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني لا نشبع ولا نجوع، على طول في حاله ان احنا لا جعانين ولا شبعانين، وسط. ايوه نحن امه وسطيه. ايوه بالظبط. بشكر حضرتك جدا دكتوره سناء محي الدين استشاري العلاج الطبيعي والتغذيه، شكرا لحضرتك جدا، شرفتينا وبنشكرك على المعلومات الجميله جدا اللي انت قلتها لنا النهارده. بنشكرك. شكرا. شكرا يا فتاتنا الحلوين، لسه فقراتنا ما خلصتش وفقرتنا الجايه فقره مهمه جدا جدا،
لو مهم ازاي تكون نفسيتك مرتاحة، ده كله بعد الفاصل مع مذيعتنا الجميلة داليا الروبي. استنونا. الموضوع بقى صعب جدا فعلا، بس خليني ابسطها لك في ثلاث نقط. انت اكيد عايز تدخل المجال ده عشان اولا تثبت موهبتك وتوصل رسالتك، وثانيا تكسب ماديا من ورا الموهبة دي، وثالثا بقى واخيرا تحقق الشهرة اللي بيحتاجها اي مذيع. عشان كده وانت بتقارن بين الاماكن اللي بتقدم تدريب في الاذاعة لازم تختار المكان اللي هيحقق لك الثلاث حاجات دول مع بعض. اسمح لي اعمل لك مقارنة بسيطة. الفرق بين 99 FM وأي مكان تاني بيدي كورسات في الإذاعة هو إننا أولاً بندربك بشكل عملي بالكامل من أول محاضرة، وبنخليك تواجه كل الاختبارات اللي ممكن تتحط فيها أثناء عملك بعد كده عشان تكون قادر تتخطى أي خطأ ممكن تقع فيه وتتخلص من أي خوف أو توتر، وكمان تكسب ثقة في نفسك وفي قدراتك. المجموعة عندنا أقصاها 4 متدربين بس، مش 7 ولا 10 ولا الأرقام اللي بنشوفها وبنسمع عنها في أماكن تانية كتير، وده لأن التدريب العملي محتاج إنك تاخد وقتك بشكل كافي عشان تتعلم أثناء المحاضرة اللي وقتها من الطبيعي بيتقسم على عدد الحاضرين. فتخيل بقى أنت محاضرة مدتها 2 ساعة حاضرها 10 متدربين مثلا، كل واحد هيعمل إيه في 6 أو 7 دقايق ده لو لحقهم أصلا. بعد التدريب مش بنعمل زي الأماكن التانية وبنقول لك تعالى سجل كام حلقة في كام دقيقة وخد لك شهادة وكده خلاص أنت بقيت مذيع. لا، في 99 FM كل متدرب بعد ما بيخلص تدريبه بنتعاقد معاه بعقد قانوني بعوائد مادية لتقديم موسم إذاعي كامل من 12 حلقة إذاعية على راديو 99 FM، وده حقك الطبيعي عشان تمارس اللي درسته في إطار خطة برامج احترافية تليق بيك كمذيع وبالمكان اللي هتشتغل فيه، وعشان تضمن إن مجهودك ما يروحش بدون مقابل. بتحصل على شهادة خبرة في فترة عملك في راديو 99 FM تقدر تقدمها مع سيفي الحلقات اللي هنجهزهولك لأي مسابقة في الإذاعات الكبرى. بنعمل لك دعاية كبيرة على كل وسائل التواصل الاجتماعي طول فترة تدريبك وخلال إذاعة برنامجك عشان تكسب جمهور واسمك يتعرف وصوتك يتسمع. وبكده احنا حققنا لك الثلاث نقط اللي أي حد مهتم بالمجال بيدور عليهم. ها يا ترى لسه محتار ومش عارف تختار مين، ولا المقارنة دلوقتي بقت واضحة؟ راديو 99 FM هيساعدك تحقق حلمك في مجال الإذاعة. ستاتنا الحلوين، واخر فقره من فقرات برنامج حلوه حلاوه، ومعظمنا بيحاول يهتم بجماله ومظهره ولياقته وشكله من بره، وبننسى دايما نهتم بشكلنا من جوه. احنا النهارده في برنامجنا ما نسيناش، لانك طول ما انت صافيه ومرتاحه من جوه هتبقي حلوه وجميله من بره. عشان كده برنامجنا مش بس حلوه، لا ده حلوه حلاوه. رحبوا معايا النهارده باستاذ دكتور ايمان انيس، استاذ بكليه فنون تطبيقيه جامعه حلوان. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي داليا، مساء الورد عليكي وعلى الساده المشاهدين. نورتينا يا دكتور حبيبي. في البدايه احب اسال حضرتك، ليه دايما بنقعد نقول مفيش طاقه، ما عندناش طاقه، مزاجنا مش حلو؟ ده اساسي بالنسبه لنا، لان احنا طول اليوم وفي حياتنا بشكل عام بيحصل لنا فقد غير واعي للطاقه، غصب عننا كده طاقتنا بتقع وبنبقى دايما في حاله داون. رحنا الشغل في حاجه عكنتنا، حد من زمايلنا سمعنا كلمه مش لطيفه، في البيت حصلت مشكله بين يعني الراجل والست بتاعته كده، الكلام ده كله بيعمل ممكن ان الطاقه بتاعتنا بتقل. فدايما احنا لازم نكون واعيين بمستويات الطاقه بتاعتنا، ونحاول دايما ان احنا نخليها في حاله اتزان. احنا عندنا 5 مستويات اساسيه في الطاقه، هقولهم بسرعه عشان وقت الحلقه. المستوى المادي اللي هو خاص باعضاء الجسم البشري، بحميه بان انا يعني بقدر كان لو حصل المرض ولا حاجه باخد علاج سريع عشان خاطر اخف. تاني حاجه عندي المستوى الاثيري، بعد كده المستوى العاطفي، بعد كده المستوى العقلي، واخيرا المستوى الروحي الخاص بالعبادات. عندنا حاجه في الطاقه اسمها طاقه الانوثه،
ايه صفات طاقه الانوثه دي؟ طاقه الانوثه دي حاجه مهمه جدا وكتير من البنات بيغفلوها. كتير قوي من البنات بيهتموا اكتر بشكلهم الخارجي وبينسوا ان الشكل الخارجي بيحصل فيه الفه بعد ما فيش 10 دقائق تلت ساعه على حسب الشخص اللي قدامنا، ويبقى دائما ابدا جمال روحك والجمال طاقه الانوثه. جمالي من جوه بيظهر على شكلي من بره. بالظبط. ايه بقى قصه طاقه الانوثه؟ هنلاقي ان طاقه الذكوره والانوثه موجوده بنسبه في الرجاله وفي الستات. هتلاقي ان الانثى عندها المفروض ان البرسنتج بتاع طاقه الانوثه لطاقه الذكوره بتكون 70 30 او 80 20 تمام. وبالعكس بالنسبه للرجل هتبقى البرسنتج بتاع طاقه الذكوره للانوثه 70 30 يا اما 80 20. طب ايه سمات طاقه الانوثه؟ هي طاقه الحب والسلام والتسامح، كل الحاجات اللي فيها نعومه كده. هي طاقه الابداع والحدث والابتكار، كل الحاجات اللي فيها ابتكار هتلاقيها دايما وجمال طاقه الانوثه. كل الحاجات اللي فيها حديه ومسؤوليه وقوه وعنف وغضب ممكن احيانا دي بتكون طاقه الذكوره. طب هنلاقي ان في كتير جدا من الزوجات وازواجهم بيحصل مشاكل كتيره جدا، يا اما هي تكون اوفر سبب طبعا ممكن تكون هي اوفر دوز انوثه او اوفر دوز ذكوره عندها. طيب الاوفر دوز انوثه ديت ممكن تجيب نتيجه عكسيه جدا، لان مثلا دلوقتي انا لو النسبه المفروض طاقه الانوثه تكون في المراه 70 80% اوكي قصاد 30 20 طاقه الذكوره. طب لو انا عندي هي انوثه بنسبه 90 و99% ما بتتحملش مسؤوليه اوكي. عندها الموضوع لما مشاكل بيعمل مشاكل. بالظبط. فهو الاعتدال المفروض اني انا عندي في جزء من طاقات الذكوره المفروض انها تبقى موجوده في الانثى متمثله في ان يبقى شخص جاد شخص ملتزم، الانثى تبقى جاده ملتزمه عندها قوه شخص. دي كلها حاجات خاصه بطاقه لازم الذكورة. يكون في نسبه وتناسب ما بين وجود الطاقتين عند الراجل وعند الست. دايما ناخد الحلو في الحاجة. تمام. طب لو هي بقى عندها طاقه الانوثه دي قليله، عايزين نقول للستات ازاي في خطوات بسيطه نزود طاقه الانوثه. جميل. طيب الحاجات الاساسيه في جمالنا الداخلي وفي طاقتنا الداخليه، اول حاجه ان احنا نكون عندنا اخلاق وقيم دايما متمسكين بيها وعندنا خطوط حمراء احنا حاطينها لنفسنا وبنلزم اللي حوالينا ان هم يلتزموا بهذه الخطوط. دي اول حاجه. تاني حاجه عندنا ان تبقى الشخص بسيط وواضح. يعني في اغلب الاوقات ساعات الغموض بيكون مطلوب بس مش في كل الحالات، يعني البساطه والوضوح بيبقوا حاجه لطيفه جدا. ان الشخص يمتلك كاريزما. يعني قوة وجودك في أي مكان مش بس بإطلالتك الجميلة، لا كمان الإطلالة دي زي ما قلنا احنا بنألفها بعد كده، ويبقى بقى لما تيجي تقعد تتكلم انت ثقافتك قد ايه، انت عندك اهداف في حياتك ولا لا، ولا انت انسان سطحي. فالمفترض ان المرأة يكون عندها هدف بتسعى ليه ويكون عندها ايضا شخصية قوية وعزة نفس. دي برضو من ضمن السمات المهمة جدا. لقب الدراما كوين اللي بيتقال على الستات. لا انا طبعا ضد الكاديين. استات دراما كوين، يعني اللقب ده ازاي نتخلص منه؟ طيب ما احنا اصلا يعني انا ارفض فكره ان تكون المراه امراه كئيبه او امراه دراما كوين زي ما بيقولوا. المراه هي مرايه لتعامل الراجل معاها. تمام. مش ممكن تبقى انت بتتعامل مع المراه بشكل لطيف وتبقى هي انعكاس لصورتك. تمام. هي بتتعامل ازاي منك هتبقى انعكاس لصورتك. المراه المكتئبه او النكديه او الكئيبه ديت اكيد مفتقده جدا الحب والحنان والاحتواء والسعاده من شريكها. لايف ستايل بقى عشان نحسن المزاج ونخلي الستات حلوين من جوه ومن بره. عايزين لايف ستايل للستات يعملوا ايه عشان يحسنوا مزاجهم؟ يحسنوا مزاجهم. طيب احنا لازم نبقى مدركين تماما ان صحتنا النفسيه مرتبطه جدا بنوعيه الاكل اللي احنا بناكله، فناكل اكل صحي. مهم جدا ان احنا نوفر جزء من وقتنا للتمارين الرياضيه للفتنس بتاعنا بشكل بسيط. ان شاء الله حتى لو مش قادرين نروح الجيم ناخد لنا بس حتى نص ساعه بس نتمشى بقدر الامكان. ايضا ثقافتنا مهمه جدا، نقرا لنا كل يوم جزء من كتاب ونخلصه مثلا على مدى ورياضه وثقافه واكل صحي. انا بشكر حضرتك جدا في نهايه حلقتنا. بشكر استاذ دكتور ايمان انيس استاذ بكليه فنون تطبيقيه جامعه حلوين. شكرا جدا لحضرتك وبوعدكم بحلقات جايه كتير وموضوعات مهمه وبرنامج حلوه حلاوه. شكرا ليكم.